السيد وزير الزراعة هاي مرة ثالثة. السادة العزيز من ناشدتك خلوا الطين علي وعلى راسي، أنا صاحب عائلة راح أخذ جهالي وأحقهم جوا السيارة، كنت أخذ 310 هسه من ناشدتك لا مشوا الاستشهاد إنه براتبي قصوه بالنص، هسه طوني 280 ليش يا سيدي العزيز؟ يعني دائرة مجزعة دالة ما حد يقدر لها، لا وزير يقدر لها، لا ما حد يقدر لها، ها مديرية زاد ديالة لو تتابع العشائر. السادة العزيز أنا جيتك وجيت الوزارة وجيت قاعد مكتب الوزير خرب الله علي الطالي خارجية 100,000 ما عندي يا معودين إنه بقى صورات في هالشهر، هاي الراتب مالي 280 يا ناس من 75 بالزراعة 280 يطول مجازعة ديالة بيخافون من الله، لا حد يقدر لهم، لا محافظ يقدر لهم، لا وزير يقدر لهم، وانا رحت برجلي وقاعد يتموا ما سووها، ما طول الشكيت بيسولك اياها، قالوا ما طول الشكيت، يا سيد الوزير دخل الله ودخلك، وين اروح بعد؟ وين اروح بعد؟ وين اروح بعد؟ وين اروح؟ يا الله الشكي ما يفيد وياهم، مجزز زراعتي دياله كل ما الاله بالواسطات، عمك خالك، انا ما عندي، رجال ما عندي، وين اروح؟ يا وزير الزراعه سوي لي شاره يا معود. يا وزير الزراعة يا سيد العزيز رجال حتى كروا ما عندي راجع، شت أخذ 310 هسه طوني 280 هسه أرقصوا كل راتبي، شايف الشكيت يمك سوي لي شارة يا قاطر الله، يعني وين أجي راح أجيب هذا ابني شال الدماغ أذبه من الوزارة، يخابر الدكتور حسين بطيهم مجال ما أدري شو مسوي لهم، الإدارة ما شدوا وياي حتى راتبي هسه أرقصوا، هذا 280 راتب واحد عمره 40 سنة خدمت 40 سنة 282 ناسة المحافظ ما يفيد وياهم، الوزير ما يفيد وياهم، وين أولي بعد؟ وين أروح؟ أنتحر بالقرآن، أنتحر بالقرآن، أنتحر بحرق نفسي وخطيتي برغبة الزراعة ومدير زراعة وكلكم بالقرآن كافي عاد والله مليت، هسه هرقى صورات بشار كذ 100,000 والله يعني اتفق وياك بكثير مما قلته، بس اكو نقطه كلش على قولته يقول متفق وياها، يعني اللي يشتكي يشدون وياه، لانه انا وصلتني قسم بالداخليه وقسم غيره، خوش اذا انتم هيك بروج عاجيه ونرجسيه وحضراتكم ما تتحملون حتى شكوى المواطن لان تعتقدون هذا قدح، قدح في وزاراتكم او في مسؤولياتكم، استقبلوا الناس حلوا، لو هي هاي هم مثل الولادات سياسة تكميم الأفواه، هذا حق مشروع إلى الناس تصرخ بالإعلام لما تؤكل حقوقها ولما ما يستجاب لها، يعني المتصل القبلة 16 سنة معاملته ما كاملة وهذا يقصون راتبه ويلتقي بالوزير ومدير الزراعة يقول حسب الدعاء لأنه اشتكيت، هسه احنا نقول يعني عمي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.